انا كنت ضايع نطاميه الاقليميه بيجي طراد كبير اللي في الدوبل بيه قلنا والله لا ابركم فاتينا ثلاث مرات والطراد. الطراد كان عم يرشنا مي والمركب الكبير كان عم يعمل علينا دويرة لخلق موج مشان ارعاب الناس الموجوده. اجى هذا الطراد الكبير، هذا الطراد الكبير جاي يعني مثل كانه عنده عدو وجاي يقتل يا مقتول. اجى ما خلى وسيله تيقلب اللانش اللي عندنا، يعني اللانش اللي عندنا وصل احيان انه بده 10 صن بيقلب كتر ما عنده الطريقه الخبيثه انه يكب الموج علينا تيقلب اللانش. نحن عم نقول خير روح وما لقينا الا يخت كبير زورق دجاج فات فينا وقلب اليخت وانكسر اليخت وغرق تحت المي، واللي نجا منا انا واختي سبحنا، وابي ضلوا تحت وامي ضلوا تحت وابي بلش يكسر بالازاز يطلع بهالعالم. وهن شبكة عنكبوتية، هن بعض الضباط الموجودين. والرحلة السابقة اللي بيعرفوها الأجهزة الأمنية اللي أنا كنت طالع فيها تم دفع 7000 دولار لعنصر من المخابرات الجيش. أنا ما عرض علي، بس أنا ما رفعت ولا سألت سمسار ولا رحب برمت على واحد مهرب أنه يقدر يهربني يطلعني. أنا طالع أنا وعائلتي مثلي مثل أخي ومثل جاري ومثل صديقي ومثل ابن عمي طالعين. نحن ما دفعنا، من هيك متنا، من هيك قتلونا. جربت الخافرة وطاقمها يقنعوا قائد المركب يلي طالع اللي عم يسوق المركب والناس اللي معه انه الوضع مش آمن والمركب معرض للغرق. شغلتنا واهم شيء كان من المطلوب بهالموضوع هو ما نعرضهم او نخليهم يغرقوا، لانه دايما عم بتصير معنا اي مركب عم يطلع لهجرة غير شرعية عم بيكون غير آمن وما في أي مستوى من الحيطة ولا السلامة. للأسف قائد المركب أخذ قرار بتنفيذ مناورات للهروب من الخافرة والمركب الثاني بشكل أدى إلى ارتطامه هو بالمركب الكبير للخافرة وبالزورق الصغير. المركب يلي طالع معه هو مركب فيبر جلاس مثله وكمان عتيق، ولا يمكن كنا نعرضه لأي نوع من الخطر أنه يصطدم بمركب تاني، لأنه ممكن نحن نكسر المركب تبعنا ونغرقه. Thank you.
لا يعقل أن يكون إغراق المركب قد حصل بطريقة متعمدة. يعني هذا طبعاً شيء غير مطروح نهائياً. طبعاً المأساة حصلت وهناك طبعاً أخطاء، يجب أن يكون هناك تحقيق شفاف للإجابة على كل التساؤلات التي أدت إلى حصول هذه الكارثة. قيادة الجيش هي الجهة المعنية بالموضوع وهي القادرة على إجراء تحقيق تقني وتحقيق متخصص يعني يحدد المسؤوليات. Yes.